سي عز الدين باش نجيك توا باعتبار هنا فما خلط بين الفنان وبين الناقد الموسيقي والناقد الفني. ما يمرر عبر شاشة التلفزيون في المراوعات التلفزية يكاد المطرب أنه ما يغنيش، يتكلم فقط. في تقديرك هذايا أخر نوعا ما في ظل هجمة الراب وهجمة الأنماط الموسيقية الأخرى، أخر نوعا ما يعني نجاح الأغنية الوترية واستمرارها بعد فترة التسعينات والثمانينات اللي شهدت فيها الأغنية الوترية نجاح كبير. صحيح. المطرب المغني شنو هو دوره؟ يغني مش يتكلم. ما هو يتكلم معناه باش يحكي على مشاريعه المستقبليه، باش يحكي على جديده، باش يحكي في اطار الفن نتاعو معناه. لكن احنا اللي شفناه في العشر سنين هذو كلها انه المطرب ولا المطربه ولا اي برنامج تلفزي معناها خاصه اللي فيه المنوعات بين ضفرين معناها خاطر منوعات ولا مش منوعات عزدي؟ ايش معناتها؟ ما هو منوعات اذا منوعه فنيه أي. معناها فيها الفن كهو معناها أي. فيها فن شو اللي فيها يعني. فيها فن كما هكا شعر حاجه طريفه فهمتني. اما منوعه تقول لي منوعه باش نجيب زوز مطربين ولا باش يتعاركوا معناها ولا نبربش فنان باش يسب فنان اخر باش يعمل البوز ولا شنو ومن بعد الاخر يرد عليه في تلفزه اخرى ولا في اذاعه ومن بعد نهز تليفون انا منشط نقول له عندك حق الرد شنو مدخلك انت باش تقول لي عندك حق الرد تشعل في النار انت قاعد ترش معايا انه بعض المنوعات التلفزيه افسد الذوق العام اكيد هذا معناه احنا هذا اللي باش نوصلوا له احنا من هذا من 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 المنحه هذا انحدرت انحدر مفهوم المنوعه الى الاسفاف ولا معاش ولا ضحك على ذقون الناس وعلى عقولهم ولات معناها المنوعه تعطي في نمط بعيد على الفن بعيد على الموسيقى بعيد على التخاطب الفني بين الفنانين اللي يجمع ويلم شمل الفنانين يلم الشعر على الملحن انت عندك موقف صريح من نوعيه البرامج اكيد انت كان يستدعوك تمشي ولا مش شيش ازاي لا علاش ما داير هيك شفت انت معناها انا قليل الحضوري من اذا ثم برنامج محترم معناها باش نجم نعبر على وجهه نظر نتاعي بدون معناها انه نلقى عليه ضغط ولا نلقى منشط يحب يمرر هو رايه علي انا ولا ياخذ راي معناها بورت بارول نتاع حد اخر معناها ضد اللي نحب نحكي انا علاش ماشي معناها الاغنيه الوتريه ويني ما عادش تشوف التلفزه حتى مطرب يغني وراه تخت عربي يا رسول الله شنو انت راهي فضيحه راهي فضيحه وينهم وينو جين التسعينات هذايا سي علي اللي خلاني انا نضلت معناها من 2014 لما شفت الوضع تأزم برشا معناها في خاصه في الاغنيه شوديزون الوتريه ولا انه التعبير دائما ما نحبوش برشا ماشي اغنيه الاغنيه سي اغنيه كلاسيكيه فوالا اغنيه كلاسيكيه القالب الغنائي معناها ينجم يكون بأورج وساكسوفون واحد تكون اغنيه معناها مش مشكل كما مش موجوده سي با سا معناها الاغنيه كاغنيه معناها كشكل اغنيه هذايا اللي خلانا فهمتني من 2014 وانا ناضل باش نرجع مهرجان الاغنيه قلت على الاقل هذاك السوي هذاك الحد هذاك الحد الادنى معناها اللي خلي نقعدوا غاديك خير من الانحدار الكبير ندثروا لا باش ندثروا ولا هو اندثرنا احنا لما احنا تو قاعدين اون روبرو معناها ناخذوا في النفس نتاعنا من جديد نحبوا نرجعوا على خاطر في الاخر بالكل ما يبقى كان تراثك ما تبقى كان اغنيتك ما تقدم روحك للاخر كان بخدمتك انت معناها انت باش تقعد تستوعب انماط موسيقيه غريبه عليك انت ما اولا ما لن تبدع فما تقصير من الاعلام اكيد من التلفزيات اسونسيال التلفزيات حتى في الاذاعات حتى في الاذاعات بيان سور الاعلام لا ما هو اخذر لي نفس اللي ما هو موجود في الاذاعات موجود في التلفزيات راه هو أكيد. نفس مربوط ببعض هو نفس ما نحبش نقول اللوبي لكن نقول لا قلت اللوبي هو صحيح لا لا, لا ما نقولش انا نقول انا نقول لوبي نتحمل مسؤوليتي في كلمتي نفس المحرك لوبي معناها لضرب الذوق لضرب الشباب ضربوا معناها باش نبداو في متفاهمين شو البرامج الكل زاد 90% مش كل مش الاعلاميين الكل 90% ومش الاعلاميين الكل 90% وهذه الظاهره مش تونسيه برك ما قلتش انا مش خليت 90% انت اي لا 90% خليت حتى شيء شوف انت زوج اجيال على الاقل ولا جيل كامل معناها من 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 اللي عاش عمره 10 سنين عام عشرية كاملة عشرية كاملة اللي كان عمره 10 سنين تو عمره 20 سنة
شنو ذوقه تو، شنو اللي قاعد يسمع وشنو اللي قاعد يستهلك. واضح. ولا نستهلك ونسمع في الأغنية على الزطلة وعلى الواحد ويعود فيه عادي، معناها ولت أمور عادية جدا نسمعها من الصغار ومن الكبار. عبد الرحمن كلامه صحيح ولا فيه ما يتناقش؟ والله كلامه صحيح برشا، خاصة في فترة ما بعد الثورة، فهمتني؟ ونعرف الفترة ذيك أنت تعرف يعني التلفزيات قنوات كل دخل في منافسة معناها. نعرفوها وعلاش؟ لا لا يعني هو أنا كنت شاهد على العصر. نزيد حاجة أخرى عليه، معناها كل فترة معناها جاء نظام سياسي، ما هو سياسة مربوطة بالسياسة، أوكي؟ أنه جاء نظام سياسي عنده كتابة نتاعو هو، معناها عنده كتابته، قراءته الجرافيزم في الجرافيك اللي في الحيوت، الراب، معناها خلطة كاملة، معناها كل شريعة عقاب لمنظومه سابقه مثلا، فكانت الاغنيه الوتريه هي السيده. فهمني هالخلطه هذه ضربوا بها الناس، ضربوا بها جيل كامل، معناها ضربوا بها شبابنا، ما ضرتش، ضرت بها ثقافتك الوطنيه، ضرت بها الاغنيه نتاعك، ضرت بها السواد الاعظم اللي هو معناها غالبنا، معناها التونس، معناها بكود ميلوديست، معناها ملحنين وشعراء، واحد ناس بطاله ولات قاعده تفرج.